بسبب ما تشهده الساحل العراقية والنجف بشكل خاص من عملية الإبادة التي توجه ضد أبناء الشعب العراقي، فقد قررت الهيئة العليا لقيادة جيش إمام مهدي في بغداد إعلان حالة الطوارئ وفرض التجوال في عموم مدينة بغداد ابتداء من هذا اليوم الساعة الواحدة وإلى شعار مفتوح لحين انتهاء هذه العمليات وتوقفها. ونوجه خطابنا إلى أولا أبناء الشعب العراقي وخصوصا الموظفين منهم إلى التزام الهدوء والتزام مساكنهم حفاظا على أرواحهم وإعلانا لتضامنهم مع أخوانهم الذين يقتلون الآن. ونوجه نداء آخر أيضا إلى الشرطة العراقية وقوات الجيش العراقي بأن يلتزموا أن يأخذوا الموقف الذي يفترض أن كل عراقي يقفه مع أخيه، ولا يكون عونا بيد المحتل، وإلا فسوف نكون مضطرين للدفاع عن أنفسنا ومواجهتهم. ومن قبلنا فإننا نوجه نداءين، النداء الأول إلى الشرطة العراقية والجيش العراقي جو شرطي.